الفرص وعدم استثمار الفرص الخطيره للنادي الاهلي هو اللي عامل فيه كده من خلال النتائج. طيب هروح للكابتن خالد متولي المدرب العام لنادي امبي وبرضه نعرف منه كان هدفهم ايه من المباراه النهارده وهل راضيين بنقطه التعادل ولا كان طمعانين في الثلاث نقاط. ازيك كابتن خالد؟ ازيك كابتن كريم وسلام لكابتن وليد صلاح والكابتن طارق يحيى. الله يخليك كابتن خالد. هلو ده مبروك البونت يا حبيبي. ربنا يخليك كابتن طارق ربنا يبارك في حضرتك كابتن. يعني شايف المباراه ازاي النهارده كابتن خالد؟ والله كابتن كريم احنا كان طبعا انت عارف الظروف اللي فيها نادي انبي ظروف صعبه جدا لان طبعا احنا ترتيبنا دوت ما يليقش بنادي انبي ولكن طبعا يعني الظروف كلها الناس عارفاها طبعا ان احنا في مجموعه كبيره جدا من اللاعبين مشيت كده ولكن احنا دلوقتي في الواقع بتاعنا اللي احنا بنشتغل فيه لكن احنا جايين المباراه ديت وطبعا عاملين حساب للنادي الاهلي، النادي الاهلي خرج من البطوله الافريقيه فاكيد النادي الاهلي برضو نادي كبير ونادي بطل افريقيا ونادي القرن طبعا كل دوت الحاجات دي كلها طبعا عارفينها واللاعبين عارفينها كويس جدا ولكن كانت الاستراتيجيه بتاعتنا ان احنا في خلال الشوط الاول كان في ضغط من خلال ديفوني وصلاح عاشور ومحمد مجدي على اساس ان احنا بنضغط على دفاع النادي الاهلي في الثلث الدفاعي بتاعهم والحمد لله ان احنا وصلنا للجول اكتر من مره وجبنا جول وكان في موقف برضو ما بين صلاح عاشور لو كان برضو لعبها لديفوني او محمد مجدي كان فيها خطوره ولكن احنا كان كل همنا ان احنا باذن الله ان شاء الله نضغط على النادي الاهلي نحاول نستثمر جول وممكن كنا نجيب جول ثاني لاني طبعا احنا بنفكر في الثلاثه بونت ايوه بنفكر في الثلاثه بونت ولكن طبعا بس حسيت كده في اخر ربع ساعه ان انتوا خلاص رضيتوا بالتعادل وقلقتوا ان ممكن يعني ايه يخش فيكم في الشوط الثاني يعني اللي هو ممكن يخش فيكم هدف. ما انا عايز اقول لحضرتك كابتن كريم يعني في وجود خبرات ديفوني مع صلاح عاشور لما تيجي تعمل تبديل بيحيى حامد طبعا نزل مكان ديفوني اللي هو شعر باصابه تمام فهم برضو اولاد صغيرين تمام عندهم السرعه وعندهم الحيويه وكل حاجه ولكن ما عندهمش الخبره قوي طبعا سواء الصعيدي او يحيى حامد أي. فكان في تخوف شويه منهم لكن احنا فعلا في اخر 10 دقائق عملنا ثلاثه ديفندر بنزول نادر العشري علشان احنا نعمل حائط قدام المدافعين أي. لان طبعا النادي الاهلي طبعا نادي كبير وممكن يجيب جون في اي وقت تمام لان كان صلاح عاشور لوحده لان كان في بعد المسافات ما بين يحيى والصعيدي وصلاح عاشور فعشان كده عملنا حائط السد على نفسنا اي هجمه علينا ولا حاجه بيبقى في زياده عددية حوالينا باذن الله ان شاء الله. بالظبط الماتش الجاي مين يا كابتن عندكم مين يا كابتن خالد؟ والله عندنا الجونه الجونه النهارده كسبت 3-0 طبعا ماتش صعب جدا في الجونه ولكن احنا ان شاء الله باذن الله عندنا تمرين بكره هنريح بعد بكره وهنفكر في الماتش الجاي باذن الله وكل ماتش احنا قايلين الاولاد كل ماتش ده بمثابه كاس مصر فبنتمنى ان شاء الله التوفيق باذن الله ان شاء الله في خلال مستر مايكل كروجر بيقول لك ايه يعني على اداء ام بي وعلى نتائج ام بي في الفتره الاخيره؟ والله الحمد لله هو الاداء لحد ما اتحسن يا كابتن كريم ولكن الفتره دي مش بالاداء احنا عايزين الثلاثه بونت لان احنا ما بنبصش للاداء في خلال المرحله اللي جايه ديت لان هم الثلاثه بونت هم اللي بيعدوك أيوة. لكن ان شاء الله باذن الله يعني احنا بنتمنى باذن الله ان انبي تعود يعني لعهدها ولكن طبعا احنا السنه دي بنحاول ان احنا باذن الله كلنا تواجد في الدوري ممتاز بشكل يعني مطمئن شويه وباذن الله ان شاء الله في خلال السنوات اللي جايه العناصر الشابه اللي معانا دي باذن الله هتبقى في تيم محترم لنادي انبي خلال السنوات اللي جايه باذن الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد متولي المدرب العام لنادي انبي ونفس الكلام اللي